بسم الله بسم الله، وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. يعني يقول إن الذين، ربنا يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يعتقدون، لا يعني حقيقة عندهم في شأن هذا اللقاء، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. سامي الصوفي لي أوتون سوفيزون، وهذا الفراعنة إيش قال لك السلطان هذاك دايم حتى يوصل لفرعون رمسيس الثالث تقريبا، يقول أنا ربكم الأعلى. يعني سباء تشهد بأن لا عقل له ولا حساب صحيح عنده، وهو كما يعاني من ميجالومانيا، تضخم الذات. أنا لما نيه هنا يعني هوس هوس العظمة، يعني ما يراه روحه إلا عظيم، وإذا كان روحه عظيم مش الثاني يكمل له، يقول قولا لربكم الأعلى. ف كما تكون في ورطه، وشكون مش يتبعوا اليوم أهلين باش يكونوا مسحوقين بهذا المذنب الكبير الملعون رب العالمين. حطوا في بالكم في بالكم الآليات هذه، الميكانيزم هذه بالضبط، علاش عندنا فراعنات شرق الغرب عبر التاريخ البشري الكل، علاش؟ لأنه يعني هذاك استولى على الشيطان حتى وصلوا للكفر الأكبر كفر، وأن يقول أنا ربكم. فاستخب قومه وتبعوا، لأنه هو من سنة بني ويوي إلى لعنة الله عليهم، إلا اللي يرجع منهم إلى الله تائبا فالله يقبله كما قلنا. وارجو إلى الآية الأخيرة في سورة الفرقان الذي سلمهم، وتشوفوا اللي ربي قابلكم يا ناس، وارجو المبارك من الهذيان اللي وردكم فيه من يقودونكم، وما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. يعني أنت شكون؟ أنت تمدح في نفسك، عرفت عيوبك، ها؟ مساويك تعرفها ولا تدرك فيها؟ هي الزيونة. ونقولك حاجة، اللي أنت في بالك اليوم في نسوة النصر وراء النصر، فما حضر لك ربي من يكسر لك شوكتك، وبعد كي بيلتخك تقول آه يا ليتني كنت متواضعا، يا ليتني كنت متباطئا، اش بيني أسرعت في حجي. سترون ذلك عن قريب، خاصة فيما يتصل بصراعكم معنا احنا. كلا لا تعني اننا ضعاف، كلا، بل قوتنا من الله، وما النصر الا من عند الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. والسلام على اهل الاسلام.